اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله ما يصير بالغوطه الشرقيه حاله يرثى لها قصف، يعني صرنا يومين 3 ايام مو ما يهدى لا ليل لا نهار، 24 ساعه على 24، ان كان بالطيران الحربي وان كان بالمدفعيه وان كان بالهاون وان كان بالصواريخ الفيل والفوزليكا، وما يعني تمشيط على كافه مناطق الغوطه الشرقيه، من نمسك مثلا من حزه من سابا حموريه كفر بطنه زملكا عين ترمة، والله وكيلك عم يضرب يستهدف اكثر شيء المدنيين، يعني انه على الجبهات ما عم يضرب، عم يضرب على المدنيين. الله وكيلك وهلا بفرجيك بعينك، يعني هون الحارات وكليتها مكتظه بالسكان المدنيين وبالاخص نازحين من مناطق المرج ومن القطاع الجنوبي وساكنين بالقطاع الاوسط. الله